بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هنرسم الصورة اللي موجودة قدامنا ببرنامج الأنيمي ستوديو. طبعا الصورة موجودة قدامنا اللي طبعا سوني ديزاينر، في ناس كتيرة طبعا عارفاه، والناس يا جماعة اللي هم متعرفوش، لو عملنا سيرش على سوني ديزاينر حسني عبد الرحمن بيشرح دروس ممتازه طبعا في الاليستريتور او الافتر افكت للناس اللي هي حابه تتعلم الديزاين. طبعا في ناس بتشتغل ديزاين بس، وفي ناس بتشتغل موشن بس، كل واحد بيكون ليه تخصصه، وكل واحد بيحب يشرح الجزء اللي هو بيعرفه. فاحنا عملنا له الفيديو ده هديه مننا ليه، تابعوني.
كده يا جماعة زي ما انتم شايفين احنا كده وصلنا للصورة بتاعتنا النهائية. يمكن يكون الديزاين، يعني ممكن نقول ان الكرتون مش بنوصل بيه للديزاين اللي هو الاخير في الحاجة اللي احنا عايزينها، ولكن هو بيكون تشبيه بالشخصية نفسها. اتمنى يكون الدرس الصغير اللي احنا عملناه دون او طريقة الرسم تكونوا عارفينها، والناس اللي ما تعرفهاش اديها اكتشفت او عرفت حاجة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدش ينسى اللايك والشير والاشتراك في القناة، واللي هينسى بقى انتوا حرين، ما عنديش غير الخرزان. يلا بقى، باي باي.